هنعمل دحين مع بعض ايش؟ تحب مكرونه سباجيتي؟ جدا جدا. هنعمل مكرونه سباجيتي بالميت بولز باللحمه، كلات اللحمه. تفضل. انا بدي اساعد. بدك تساعديني؟ لا انا كنت قبل، بس دي المره كرات اللحمه حنكون في نصها في جبنه تطلع لز. اوكي بتاكلها كده تصير. مين بيساعدني؟ انا بيساعدني في الوصفه اللي قبلها. كلنا 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 كله؟ اي كله. طيب ونبغى كله يكون مغرق بالايه؟ بالحليب. اي هنسيبه كده شويه عبال احنا نخلط باقي المكونات ونضيفه. طيب دحين عندنا هنا اللحمه المفرومه، هنحط عليها الثوم والبقدونس والملح والفلفل. يلا تخلطي لنا اللحمه وانا احط لك الثوم. صعبة. لا هي هتقدر. طيب والبقدونس. طيب والملح والفلفل. مونكي 1 ومونكي 2. مونكي 1 ومونكي 2. هذا الفلفل الاسود. يلو بنانا جرين بنانا. طيب عندك الملح. بس الملح مش بنانا. الملح هيك شجرة. لا من فوق مش بنانا. يلا نقلبيهم. بنانا مش مستوي. بحب الميت بولز كثير وما بتعملها كنت تحبها كثير؟ هيك شايفين كيف صارت فتفت؟ طيب حنحطه عليه بس حنصفيه من الحليب، ما نبى فيه حليب اصلا. قول الحليب في شويه اصلا هو حيشفطوا. ايوه بس اذا في كان زياده نقوم ايه؟ نخرجه منه. ما يلا حنحط العيش. شكله زي بيدو ناشف كانها عجينه. يلا نحط التوست وحنقلب. تقلبي لنا هي بيدك يمكن يكون اسهل. يلا يلا كيف هيك. ايوه اسهل. كسريها. يلا انا نخلط مع بعض كذا. طيب كذا كفايه. الحين حوريكم ايش هيك ترجع مكانك يا زينه. حنغسل يدنا بعدين بس الحين حنسوي كلنا مع بعض الكور. يدكم كلكم حتتوسخ. طيب وبعدين بنشوف الايدين. حوريكم يلا واحده ايش رايكم. هحط لكم منها. اظن بان اللحمه كمان مش محتاجين نحط لها دقيق. ما حنحط لها دقيق. لا كمان لهايدي وزينه. لا لا اوكي ودي لينا وهادي ليكم. طيب يلا حوريكم كيف حنسويها. شوفوني اخذ حناخذ كره صغيره صغيره. طيب بس استنوا لحظه. مستعجلين. مستعجلين ليه؟ طيب وحنشايفين كده حتكون كره بدال الحجم حنسويها. بس قبل ما حنسويها حنحط جواتها ايه؟ موزاريلا. جبنه موزاريلا. يلا دحين حناخذ الجبنه بس قبل ما نحطها نمسكها في بعض كده شويه بعدين نحطها ونقفل عليها كويس. انا بعمل بالبسكوت هيك بحط جواتها شوكولاته وبعدين تقفلي. اه طيب بس لازم نقفلها كويس. ليش؟ عشان الجبنه لا تخرج علينا. خلاص هنحطها في الطبق. يلا ايش رايكم كلنا نبدا نسوي كور مع بعض. كل ما كانت صغيره كل ما كانت احلى. هاي صغيره كبرها شوي ما في مشكله. ايش عارفه اخليك تنزل بالضبط. انا بس حط كده واحده واحده. ايه اللي بيحصل يا يزن؟ مزره. لا الجبنه طلعت. يلا اشوف مين سوى اول واحده. انا خلصت اول واحده. حلو شكلها. انا ما خلصتش بس عملت تظبيط. لازم الجبنه ما تبان. حاول قد ما تقدر ولا ما حنقدر نحطها في النار حتسيح علينا. احط شويه. طيب يلا عبال ما احنا بنكور ايش رايك زينه انت كمان تحكينا عن ماما؟
أنا اسم ماما اسمها أماني. أماني؟ حلو اسم أماني. شكرا. وأحلى لون عندها اللي أزرق زيي. حبا لا، أنت طلعة لها، مو هي زيك، أنت زيها. أنا نفس الشيء. أنت هي نفس الشيء؟ وأكثر شيء بحب أعمل معاها إنه نطلع مع بعض برا، لأنه دائما نستمتع ونروح كل مكان، مش بس مكان واحد. حلو، طيب ما شاء الله. وإيش بأيام بميلادها أو مثلا بيوم الأم، دائما أنا وإخواننا بميلادها كلنا نحن الثلاثة بنقعد بنغني لها على التليفون. الله. وإذا بتكون بالشغل أو هيك بنغنيها على التليفون، ودائما كل واحد بيجيب لها هدية، وبيكون في كرت كل واحد بيوقع عليه. الله، مرة حلوة الفكرة، كرت مشترك كلكم. وكلكم توقعوا عليه؟ وكل واحد بيجيب هدية. طب مرة حلو كذا. أنا ماما آخر مرة في عيد ميلادها إيش جبت لها؟ كيكة. جبت لها كب كيكة، بس على شكل كب كيك كبير. مرة عجبتها عشان هي لونها أحمر، فعملت لها هي ثاني واحد حمراء. عجبتها مرة. عشان هي لابسة أحمر؟ عشان كذا لابسة أحمر أنا، عشان ماما تحب الأحمر. خلاص. هاجر خلاص، كنز دي آخر واحدة. آخر واحدة. يلا اللي خلص يروح يغسل يده. زي ما خلصت. لا سيبها. يلا يا زلمة عشان بدينا نسوي اللحمة. يلا اوكي. اغسل مع الحين حنبدأ نسوي اللحمة على النار لين ما تحمر. ايش رايكم؟ هناخد زيت زيتون نحطه. طيب لازم زيت زيتون؟ بدينا نستخدم زيت عالي، بس ألذ زيت الزيتون صح؟ وأحسن بعطيه طعم أحلى. يعطي طعم أحلى. نستناه يحمى وحنضيف عليه كرات اللحمة. لما تحمر حنشيلها من النار ونبدأ نعمل الصوص. خلاص؟ زين، انت كلمتينا عن ماما بس ما شفنا صورة ماما. هذه صورة ماما؟ يلا. قلتي اسمها أماني صح؟ ايه. ومين كمان حيحكينا دحين عن مامته؟ مين بقي؟ بقي انت؟ بقي انت. بقيت انت يا زن؟ طيب يلا حكينا عن ماما. ما أنا بحب كتير أطبخ مع ماما. تحب كتير تطبخ؟ يعني لما بك كمل يا زلمة. لا أنا بحب كتير أطبخ مع ماما، لأنه لما بطبخ معها كتير وقت. لما مرة بتعملي دجاج في الفرن باخذ كتير وقت، يعني نحكي ونضحك في المطبخ. تدخل في المطبخ في اليوم فراجات كتير في المطبخ. في المطبخ. وكمان بحب أحضر فيلمات في السينما معها. تحضر السينما معاهم. ايش اسمها ماما؟ ما قلت لنا اسمها. هلا. هلا، تورينا صورتها. اهم شيء هذه ماما. ما شاء الله حلوه. انت طالع لها ولا طالع لبابا؟ ما بعرف. لا انا ايش غريب، اختي طالعه على بابا، انا طالعه على ماما. زي اختي ما بتحب القهوه، انا بحب القهوه. بتحب القهوه؟ ما شاء الله. انا كمان عكس اختي دائما. انت عكس اختك؟ مع انه وانت عايز اصحاب لازم تكون زي بعض. يعني هي بتحب السكر اكثر، انا بحب الملح اكثر. انت تحب الملح اكثر؟ انا واختي عكس بعض برضه، بس انا اصغر منك. انا واخوي دائما هنا نتضارب، بس يعني في نهايه اليوم نحضن بعض ونحب بعض عادي. لازم شي شويه كم ضربات. انا بالعكس، انا عكس اخوي، ولا مره حسيت انه اخوي، دائما هيك انميز. انميز؟ لا انا اخويا مره اصحاب الحمد لله. زمان كنا نتضارب كثير، بس سبع سنين فرق. سبع سنين؟ أنا كل مرة عشان يمكن الفرق كبير عشان كده تتضارب. بس أنا مثلا أنا أخويا بس مع أخوي الثاني اللي هو فرق تسع سنين. أيوة. ما ولا مرة ضربته عشان إنه كبير مرة. يعني بيفهم. بيفهم. عكس أخوي. بيفهم. أنا عندي أخت كبير. فين أخوك إذا حد بيسمعك؟ أنا عندي أخت كبير أربع سنين أكبر مني. كل مرة أربع سنين أكبر مني. أنا الفرق بيني وبين أخويا برضه أربع سنين. كل مرة. لا أربع سنين أكبر مني. أكبر منك؟ كل مرة نزيحها بعض كل أشياء، بعدين زي في آخر اليوم نتضارب. بعدين في آخر اليوم خلص. إحنا مو لازم تنطبخ مرة معانا كثير، لأنه حندخلها بعدين في الصوص وتغلي. الحمد لله إنها صغيرة شكلها مرة واحدة. كويس إنها صغيرة، لو كانت كبيرة حتاخذ وقت أطول. شي حطيناه على المنديل، حتلصق الجبنة في المنديل. طيب؟ إيه طيب؟ حنعمل كب كيك والحاجات دي. حنعمل كيك. خلصنا وصفات اليوم يا كنزي؟ احنا عندنا أربعة خمسة وصفات في اليوم. مرة عملت لماما وبابا تشيكن بوب كورن. عملت لهم كم؟ تشيكن بوب كورن. طيب دحين عندنا هنا زيت الزيتون.
طيب هنحط عليه الطماطم، صوص الطماطم. طيب وحنحط ايش؟ الثوم والريحان المجفف. شكله وطعمه لذيذ. شكله طعم. حنضيف مين دحين؟ بنانا وان وبنانا تو. بنانا ليمون الفلفل الاسود. طيب والملح. بنانا تو اكل ملح كنا بالضبط مثل زي ايه بالضبط؟ زي البحر ما يبقى فيه ملح كتير. ملح كتير؟ لا احنا مو بحر. والصوت اصلا زي الصوت؟ لما حطيت كل الطماطم على الزيت. مرق؟ هاجر بس لحظة هاجر. انا دايما لما اخش المطبخ انا اكل صباع هايدي. هايدي الاكل تحطها ببعض؟ كل الاخوان يحطوا ببعض صح؟ عادي. صح. طيب الحين اول ما يبدا يغلي الصوص حنحط عليه ايه؟ الميت بولز. ايا مره كان الصباح كنت كثير جوعان، كان اوكي بقلي شويه بيض، عملت بيض، شو صار؟ طرطش الزيت على اجري. اجري شو عملت؟ حطيت اجري برما وحطيت مي بارده. قلبي راح الوجع. طيب عندنا دحين هنا المكرونه جاهزه، شايفينها مسلوقه، حنحط عليها الصوص. طب انا عايزه احط الصوص. كيف تحملي؟ بس حال الصوص، خليني انا اشيله احسن. عادي. طيب يلا البس هاي الكلاوزي. شوي نحط الصوص. فاينالي السباجيتي خلصت. كرات اللحمه. انا عايزه اقلب. اهدوا كذي. طيب وبعدين حنقلبها مع بعض. ولا يلا جيبي لنا انت كاس الصحون. انت جيب الصحون يلا. اريح بيض لا تهون. يلا احنا خمسة من ستة. اديني خمسة. وآية ما تبيني اكل معاكم؟ انا اورنج. انت اورنج يلا نبدا بيكي عشان حتموت علينا. تنزل ما اكلت. حتموت فوقينا. نحط لك من المكرونة. طيب ليش كل وصفة انت اخر حاجة تاكلي؟ كل مرة كنا اول بعدين انت استني اوكي عشان يلا يلا انا بقول لك انت انا حط شوي. طيب كمان شوي كمان كمان. طيب بدي اوكي يلا تاكلي مع ايديك. تاكلي مع ايديك. لا دحين حديكم هجيب انا شوكه لنفسي. ادي كل احد شوكه بينك. اديهم كلهم يلا هذا ايه يا كنزي يلا ايش كنزي جيبي لي ازرق ادي لي كيف بينك بينك ازرق لا فوش 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 ازرق ازرق طيب ازرق عصحني انا ما قلت لك وخذوا دحين حديكم الجبنه البارميزان كل واحد يرش على مكرونه طيب بدي اعمل تريبل تشيز يلا اطلب عليكم كل واحد ياخذ من مقمعه الجبنه هاكل هاكل ماما بدها تاكل معي ماما تاكل معي يلا اكلها معك اوكي يلا ميت بولز هيك وهذا اليزن تفضل طب استنوا يا اخي ما في مشكله يلا انتوا ابدا اكلوا ميت بول ماما احد يبغى زياده صوص؟ انا يلا اديني صحنك جات معاها مكرونه ولا انا بدي زياده صوص عايزه زياده صوص نحط لهم اول كلهم اذا بقي نحط لك احنا حطينا لك اوريدي هاي شوفي تريبل تشيز يزن ما تبغى صوص زياده تريبل تشيز بدي تريبل تشيز يلا خذها احطها فوق التريبل تشيز بالعافية هي ون مون ميت بول جات تكون مرمزي كيف لذيذة أنا كمان أحط بارميجان كيف جات هذه أنت جبتها أوكي ما في أنا كمان أنت كمان بينك يلا